الظهيرة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. ترامب يقول أن واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن السعودية، وأن المملكة لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة. مسلحون يهاجمون قوات هادي في عدن، ومصادر تكشف للميادين عن ترتيبات سعودية لنقل الرئاسة إلى علي محسن الأحمر. عشرات القتلى في تجدد المعارك بين جيش الإسلام من جهة والنصرة وفيلق الرحمن من جهة ثانية في الغوطة الشرقية لدمشق. تجدد الاشتباكات بين الكرد والقوات التركية قرب عفرين، وإردوغان يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة دولة مستقلة شمال سوريا. في اليوم 12 لإضراب الأسرى جرحى باقتحام الاحتلال غرفا في ريمون وعسقلان، والميادين تطلق هاشتاغا تضامنيا. وفي النشرة أيضا، العلماء يحلون لغز ما يسمى بشلالات الدم في القارة القطبية الجنوبية. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية الدفاع مع السعودية، معتبرا أنها تصب في صالح الرياض فقط. ترامب وفي مقابلة هاتفية مع رويترز قال أن السعودية لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة، لأن واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن المملكة. وأكد ترامب أن البيت الأبيض يجري محادثات مع السعوديين والإسرائيليين بشأن زيارات محتملة في النصف الثاني من مايو أيار المقبل. صراحة السعودية لا تعاملنا بشكل عادل، لأننا نفقد قدرا هائلا من المال في الدفاع عن المملكة، وهي لا تعاملنا بطريقة عادلة. وفي رده عن سؤال بشأن زيارته إلى إسرائيل والمملكة السعودية، قال إن هذا محتمل، مضيفا أنه يريد سلاما بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب يمنع حدوث ذلك. هناك احتمال لزيارة البلدين، ولكن أريد أن أرى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. لا يوجد أي سبب يمنع حلول ذلك بينهما، لا شيء على الإطلاق. لذلك نحن ننظر في ذلك، وندرس أيضا إمكانية الذهاب إلى المملكة العربية السعودية. الرئيس الأمريكي وفي حوار لوكالة رويترز قال أن احتمال المواجهة مع كوريا الشمالية كبير جدا. حسنا، هناك احتمال بأن نصل إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية. فدت مصادر محلية الميادين باندلاع اشتباكات عنيفة في جولة كالتكس بعدن بين مسلحين مجهولين وقوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. هذا التوتر يأتي على خلفية قرارات هادي القاضية بإطاحة محافظ عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك المقربين من الإمارات. هذا تقرير دلول حديدان. صراع النفوذ ينعكس إطاحات ببعض القيادات في اليمن. الرئيس عبد رب منصور هادي يقيل كل من قائد قوات الحزام الأمني في عدن هاني بن بريك من منصبه كوزير للدولة ويحيله للتحقيق، ومحافظ مدينة عدن اللواء عيدروس الزبيدي ويعين عبد العزيز المفلحي بديلا عنه. الرجلان يعدان من أكثر المقربين من دولة الإمارات العضو في قوات التحالف السعودي. لعب بن بريك دورا مثيرا في عدن العاصمة المؤقتة لهادي، وقامت قواته المدعومة من الإماراتيين بحملة اعتقالات واسعة لرجال دين ودعاة مناوئين له، كما اتهم بتنفيذ حملة للتهجير القسري لأبناء المحافظات الشمالية من المدينة الجنوبية في وقت سابق من العام الماضي. أما محافظ عدن فتقول مواقع إعلامية مقربة من هادي إنه كان على علم مسبق بقرار إقالته، وكان يرمي لإعلان تمرده على أي قرار صادر عن الرئيس، إلا أن غرفة عمليات التحالف حذرته من الخطوة. القرار الذي نشرته وكالة سبأ الموالية لهادي قضى بتعيين الزبيدي المعروف بدعمه لانفصال الجنوب سفيرا بوزارة الخارجية في الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر. كما أجرى الرئيس اليمني تعديلا وزاريا شمل وزارات العدل وحقوق الإنسان والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية. في خلفية القرارات أن الرجلين المدعومين من سلطات أبو ظبي قادا ثورة مضادة ضد الحكومة الشرعية، وكادت الأوضاع في المدينة تنفجر عسكريا أكثر من مرة، آخرها التمرد الذي نفذه قائد حراسة مطار عدن أبو قحطان بدعم إماراتي، إذ شارك طيرانها في قصف حاجز أمني لقوات هادي في محيط المطار. اللافت أن هذه القرارات جاءت بعد يوم واحد على منع القوة الإماراتية المسيطرة على مطار عدن قائد قوة الحماية الرئاسية العميد مهران القباطي من دخول المدينة ونقلته على طائرة
خاصة إلى الرياض. وتحدث مواقع صحفية إماراتية أن سبب منع العميد القباطي من دخول عدن هو وجود مؤشرات رصدها التحالف من شأنها خلخلة الأمن في المدينة. مع حول مجمل هذه التطورات معنا من العاصمة اليمنية مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. بداية أحمد، إذا كان هناك أي معلومات حول ما يجري في عدن؟ نعم، كما خرجت خلال الساعة الماضية تظاهرة شعبية، يعني المئات من المواطنين في عدن خرجوا تلبية للدعوة التي وجهت خلال الساعات الماضية بأداء صلاة الجمعة والاحتجاج والتظاهر في المعلى. هؤلاء المشاركون في هذه التظاهرة رفضوا أو أعلنوا رفضهم المطلق لقرارات الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن، وأيضا بإقالة الوزير السلفي هاني بن بريك وقائد قوات الحزام الأمني هناك. قبل هذا كمان كانت هناك قوات تتبع الحزام الأمني وأيضا موالية للمحافظ الزبيدي، وتحديدا في محافظة الضالع جنوب اليمن، وهي محافظة حدودية ما بين ما كان يعرف سابقا اليمن الشمالي والجنوبي. اليوم أغلقت الطريق الرابطة بين الشمال والجنوب في هذه المحافظة من قبل الموالين للمحافظ الزبيدي وأيضا لشلال بن شايع والوزير هاني بن بريك. نعم أحمد، بالتالي تداعيات ذلك اليوم هناك أنباء عن اشتباكات جرت أيضا. نعم، الاشتباكات خلال الساعات الماضية كان التوتر سيد الموقف في جميع شوارع وأحياء مدينة عدن. الانتشار الأمني لا زال مكثفا وكثيفا في جميع شوارع المدينة، في محيط المطار وفي الميناء وفي جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى قصر المعاشيق القصر الرئاسي. أيضا الاشتباكات كانت قد دارت في جولة كالتكس في المنصورة بعدن، ودارت بين قوات أمنية ومحتجين ضد القرارات الرئيس هادي. الوضع ربما قد ينفجر بصورة أكبر إذا لم يتم أو لم تصدر مواقف معلنة من قبل الأطراف المعنية في عدن، وتحديدا من المحافظ المقال وأيضا من مدير الأمن ومن الوزير. حتى هذه اللحظة لا زالت المواقف غير معلنة بشكل رسمي من قبل هذه الأطراف. أيضا ينتظر المواطنون ربما بدء المحافظ الجديد مهام عمله، وهو قد تحدث بأن من أولوياته إعادة الكهرباء والماء، لكن الوضع في عدن متوتر جدا. المحافظ المقال لم يعلن موقفا رسميا، لم يرحب بالقرارات كما أشيع وكما قيل. أيضا مدير أمن عدن وهو الرجل الثاني والقوي في الحراك الجنوبي وفي ما يعرف أو ما سمي بالمقاومة الجنوبية كان قد تحدث خلال الساعات الماضية بأنه لا شرعية إلا شرعية المقاومة الجنوبية، وأنه سيعمل تحت هذا الإطار في حماية عدن وأيضا حماية المناطق الجنوبية الأخرى. أيضا المحافظ أو الوزير السلفي هاني بن بريك لم يصدر عنه حتى هذه اللحظة موقف معلن ورسمي من القرارات، وأيضا بحالته إلى التحقيق. وفي الواقع كمال الوزير هاني بن بريك هو الرجل المتحكم والقوي في عدن بحكم رئاسته وقيادته لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، وهذه القوات منتشرة في محيط عدن تطوق عدن تماما، وأيضا تتواجد في ذات أحياء عدن وأيضا في المحافظات الأخرى في أبين وأيضا في لحج وتمتد إلى الطالع. وبالتالي هناك سخرية من مسألة إحالة هذا الرجل إلى التحقيق، وهو الرجل المتحكم والقوي، وهو الذي أيضا منع الرئيس هادي من العودة والهبوط في مطار عدن خلال الفترة الماضية، وأيضا هو الذي اعتقل بالأمس قائد قوة اللواء الرابع حماية رئاسية المعين من قبل الرئيس هادي للإنسان. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء لكل هذه المعلومات. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تتفاوض مع موسكو لتعزيز المنظومات الدفاعية. وفي مقابلة مع قناة تيليسور الفنزويلية قال الأسد أن إسرائيل تقدم الدعم إلى الجماعات المسلحة سواء عبر قصف مواقع الجيش أو عبر التسليح والمساندة المباشرة. من الطبيعي أن نتفاوض مع الروس الآن من أجل تعزيز هذه المنظومات، سواء لمواجهة أي تهديدات جوية من قبل إسرائيل أو لمواجهة التهديدات التي ربما تأتي من أي صواريخ أمريكية.
الآن هذا أصبح احتمالا واردا بعد الاعتداء الأمريكي الأخير على مطار الشعيرات في سوريا. هي تلعب هذا الدور بعدة أشكال. الشكل الأول هو الاعتداء المباشر خاصة عبر الطيران أو المدفعية أو الصواريخ على مواقع الجيش السوري. من جانب آخر هي تقوم بدعم الإرهابيين بطريقتين. الأولى هي دعم المباشر بالسلاح، الثانية هي تقديم الدعم اللوجستي لهم من خلال السماح لهم بإجراء المناورات عبر مناطق سيطرتها ومن خلال تقديم المساعدات الطبية. الأسد أكد أن مواقف الغرب بشأن الأسلحة الكيميائية هدفها دعم الإرهابيين، وأضاف أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا يكون بإيقاف دعم الإرهابيين من الخارج وتفعيل المصالحة. هناك محورين، المحور الأول هو مكافحة الإرهابيين وهذا ليس قابلا للنقاش، ولا يوجد لدينا خيارين في التعامل مع الإرهابيين سوى مكافحتهم. الجانب الآخر هو الجانب السياسي. الجانب السياسي فيه نقطتين، الأولى هي الحوار مع مختلف القوى السياسية حول مستقبل سوريا، الثانية هي المصالحات المحلية، بمعنى نحن نتفاوض مع الإرهابيين في قرية أو في مدينة حسب كل حالة بشكل منفصل. هدف هذه المصالحة أن يلقوا بالسلاح وأن يحصلوا من الدولة على العفو وبالتالي يعودوا إلى حياتهم الطبيعية. هذا المحور، هذه النقطة تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية وحققت نجاحات جيدة وهي مستمرة الآن. قتل نحو 40 شخصا في معارك عنيفة اندلعت بعد هجوم جيش الإسلام على مقر جبهة النصرة وفيلق الرحمن في مناطق عربين وكفر بطنة والأشعري في الغوطة الشرقية لدمشق. ناشطون تحدثوا عن استخدام جيش الإسلام لآليات ثقيلة ومدرعات ودبابات وإشراكها في عمليات الهجوم، كما طالب سكان الغوطة الشرقية ومناطق الاشتباك بالتزام منازلهم. ميدانيا أيضا، شن مسلحو النصرة هجوما باتجاه نقاط تنظيم داعش عند منطقة الثلاجات شمال غرب معبر الزمراني بين جرود فليطة والجراجير في القلمون وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين. أحد المسؤولين الميدانيين في جبهة النصرة المدعو أبو يزيد قتل أثناء الهجوم، كما جرح عدد من أفراد مجموعته فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش. معي مباشرة من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، خلفية وأبعاد وتفاصيل ما يجري في الغوطة الشرقية من اقتتال بين هذه الفصائل. في الواقع كمال، هو استعادة لحالة الصراع المسلح العنيف الذي كان في مثل هذه الأيام تقريبا من العام الماضي تفجر بشكل واضح هذا اليوم. في السبب المباشر كما يتحدث جيش الإسلام بأنه تعرض رتل تابع لهذا الفصيل المسلح لاعتداء كما سماه من جبهة النصرة وفيلق الرحمن في منطقة عربين، تحديدا مدينة عربين، ما أدى إلى هذا الانفجار الواسع. الجديد في هذا الأمر، قبل قليل في الواقع كان هناك تهديد من المسؤول أو الزعيم هذا الجيش الإسلام أبو همام البويضاني بأنه سوف يستأصل فيلق الرحمن وجبهة النصرة من كل الغوطة الشرقية. في الواقع امتدت المواجهات والاشتباكات إلى عديد من المناطق بينها مدينتي عربين وكفر بطنة بشكل أساسي، ثم قرى أو بلدات مديرة وبلدة الأشعري وحتى قرية حزة، هي مناطق يتواجد فيها مسلحو هذه المجموعات وهذه الفصائل، حتى أن هناك الحديث عن حوالي الآلاف، يجري الحديث عن رتل مؤلف أو جيش مؤلف من الآلاف من المسلحين التابعين لجيش الإسلام يقومون بمواجهة مسلحين من الفصيلين في هذه المناطق، الخمسة مناطق، وقد اشتعل الموقف بشكل كبير. فيلق الرحمن قبل قليل اعترف بمقتل قيادي مسلح يسمى من بيت القاضي، عصام القاضي يسمى، في منطقة مديرة تحديدا في نتيجة لتلك الاشتباكات التي على ما يبدو تمتد إلى مناطق واسعة بدأت بالأمس والآن هي تشتعل بشكل كثيف جدا وخصوصا في تلك المناطق. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل ميادين، كنت معنا من دمشق. باهتمام كبير واكب المسؤولون والمعلقون في إسرائيل الاعتداء الإسرائيلي على سوريا لما قد يحمله من تطورات وانعكاسات في ظل الحديث عن فشل إسرائيلي بمنع تسلح حزب الله وتوجيه انتقادات حادة لثرثرة الوزراء. تقرير منال إسماعيل.
أصداء العدوان الإسرائيلي على المنطقة المحاذية لمطار دمشق الدولي لا تزال تتردد في إسرائيل. مراقبون قالوا إن هناك تفصيلا مهما يتعلق بشكل الهجوم لا بد من التوقف عنده. فإسرائيل وفقا لهم فضلت إطلاق الصواريخ من مجالها الجوي خوفا من المخاطرة باعتراض طائراتها من قبل منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة وحتى من قبل الدفاعات الجوية السورية. ثرثرة الوزراء الذين كسروا سياسة الغموض التي تتبعها إسرائيل في مثل هذه الحالات بالتلميح إلى وقوفها وراء العدوان كانت محط انتقاد شديد من قبل المؤسسة الأمنية ووزراء ومحللين على حد سواء. وزير حماية البيئة زائف ألكين رأى أن هؤلاء الوزراء يتحدثون أكثر من اللازم وأنهم لا يخدمون إسرائيل إنما الطرف الثاني، إضافة إلى أن الانتقادات جاءت من خارج الحكومة أيضا. أعتقد أن هناك كلاما أكثر من اللازم من قبل وزراء يحاولون الدخول إلى الميدان في مثل هذه الحالات. الصمت جميل. ما تغير في هذه الحادثة هو الثرثرة، فبحسب علمي لم يجري أي نقاش على أي مستوى حول ضرورة استمرار سياسة الغموض أم لا، وكل حديث في هذه الظروف هو أمر غير ضروري ولا حاجة له. معلقون دعوا إسرائيل إلى التفكير جيدا وتأمل ترسانة حزب الله الذي نجح في الحصول على آلاف الصواريخ الدقيقة بالرغم من الجهود الإسرائيلية لمنع ذلك. تجري حرب تحت الرادار وإسرائيل تقوم بالكثير من الجهود من أجل ضرب تسلح حزب الله وعدم السماح له بذلك، وهذا أمر لا ينجح طوال الوقت، والدليل أنه لديه آلاف الصواريخ. بمعنى آخر يجب تأمل ترسانة صواريخ حزب الله التي تشير إلى أنه بالرغم من المساعي الاستخبارية والعملانية فإن حزب الله يواصل التسلح طوال الوقت. العدوان الإسرائيلي على سوريا لم يكن وحده الذي حظي باهتمام المعلقين الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراضه طائرة من دون طيار سورية بواسطة صاروخ باتريوت بعد اختراقها الجولان المحتل. حادثة أربكت بحسب محللين الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه ينظر بخطورة إلى هذا الاختراق الذي ليس الأول وربما لن يكون الأخير. قتل ثلاثة عناصر من وحدات حماية الشعب بعد تجدد الاشتباكات مع القوات التركية قرب مدينة عفرين السورية الحدودية. وسائل إعلام تابعة لوحدات حماية الشعب أشارت إلى تدمير رادار ومدرعة تابعة للجيش التركي في تل أبيض. وفق مصادر في وحدات الحماية فإن استهداف مواقع تركية أدى إلى مقتل نحو 17 جنديا تركيا وتدمير عدد من الآليات. هذا ونظم أهالي بلدة تل حميس في شمال سوريا تظاهرة حاشدة احتجاجا على القصف التركي لمناطق كردية داخل الأراضي السورية والعراقية. تظاهرة التي انطلقت من أمام مجلس الشعب رفع خلالها المتظاهرون لافتات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما وقف أهالي البلدة دقيقة صمت على الضحايا الذين سقطوا في الغارات التركية على مناطقهم. في موازاة ذلك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح أبدا بإنشاء دولة شمال سوريا. وأضاف في كلمة له في القمة الثامنة لمؤسسة الأطلسي البحثية في اسطنبول أن أنقرة لن تسكت على أي محاولة لإنشاء هكذا دولة. وتؤكد على وحدة سوريا مشددا على عزم بلاده محاربة الإرهاب داخل تركيا وخارجها. سنؤمن منطقة منجب من قوات سوريا الديمقراطية وبعدها سننتقل إلى الرقة. تركيا والجيش الحر بمساندة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يستطيعون القضاء على نحو 5000 عنصر من داعش في هذه المنطقة، وسنفعل ذلك كما فعلناه في مناطق أخرى. سأبلغ الرئيس ترامب بهذا الخصوص. ضمن عملية عسكرية واسعة استعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة طيبة الإمام شمال مدينة حماة التي دخلها المسلحون في تشرين أول أكتوبر العام الماضي. طيبة الإمام إحدى المدن المهمة التي استعادها الجيش السوري ضمن عملياته العسكرية شمال مدينة حماة. عدسة الميادين دخلت المدينة ورصدت حجم الدمار الذي قضى على جزء كبير من بنيتها التحتية. مسلحو جيش النصر كانوا قد حولوا المدينة إلى مركز عمليات معركة وقلع ملو التي أطلقتها الفصائل في آذار مارس الفائت إلى أن استعادها الجيش في العشرين من الشهر الحالي.
المسلحون زرعوا مئات العبوات الناسفة التي فخخوا بها المنازل والطرقات لعرقلة تقدم وحدات المشاة. وحدات الهندسة في الجيش السوري عمدت إلى تفجير العشرات منها وفككت البقية. المدينة التي دخلها الجيش السوري 3 مرات خلال 6 سنوات من الحرب في سوريا تحولت اليوم إلى قاعدة انطلق منها نحو بلدات البويضة ولحايا ومعركبة شرق مدينة لطامنة، حيث تدور أعنف المعارك في محيطها. مسلحو جيش النصر نفذوا عدة هجمات مضادة لاستعادة المدينة الاستراتيجية، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وذلك بعد تعزيز الجيش السوري نقاطه في محيطها وإحداث طوق ناري يستهدف أي محاولة للمسلحين للتسلل نحو نقاطه، مع استمرار العملية العسكرية للتقدم باتجاه لطامنة. إلى العراق، حيث كسرت القوات العراقية دفاعات داعش في حي الزنجيلي شمال الموصل القديمة. القوات العراقية باشرت بالانتقال إلى خطة جديدة في الموصل القديمة تتركز على إنشاء خطوط استنزاف شرق المدينة وجنوبها وغربها. هذا تقرير لعبدالله بدران. تباشر القوات العراقية بالفعل تطبيق خطتها الجديدة والتحديث الذي يتطلب إبقاء المشغلة والاستنزاف لمسلحي داعش. هي تنشئ هذه السواتر وهذه هي خطوط الصد الأخيرة بمواجهة مسلحي داعش في محيط الموصل القديمة وفي محيط جامع النوري وضمن المحور الالتفافي غرب الموصل. القوات العراقية هنا تنشر أفواج المقاتلين من أجل المشغلة والاستنزاف والرصد، من أجل إنشاء جبهة ثانية ضد مسلحي داعش تبدأ بحاول الكنيسة والزنجيلي من أجل استنزاف التنظيم ومنعه من التعويض سواء بالسلاح أو بالمسلحين. هذا هو الساتر الأخير المواجه لداعش في الموصل القديمة ضمن المحور الالتفافي، والقوات العراقية تبقي المشاغلة والاستنزاف والاستهداف لمواقع مسلحي داعش في باب لقش وراس الجادة مرورا بالمحور الغربي للجامع النوري. هنا ينشط قناصو داعش في محاولات الإعاقة، وبالتالي يفرض على القوات العراقية أن تنشط دور أفواج القناصين. ما تظهره كاميرا الميادين في هذه الأثناء هو ثاني أكبر منطقة صناعية في مدينة الموصل، عاشت اشتباكات حاول داعش أن يجعل منها خطوط دفاعية لمسلحيه قبل الموصل القديمة وضمن المحور الغربي، لكن القوات العراقية آثرت السيطرة عليها منعا من أن ينفذ داعش أي هجوم التفافي يضرب به الخاصرة الغربية للقوات العراقية. القوات العراقية وهي تنشر مفارز الصواريخ سواء الحرارية أو صواريخ SPG-9 أو 106 ملم هي تحاول أن تستهدف أي آلية أو سيارة مفخخة أو دراجة نارية عمد داعش لاستخدامها لتنفيذ هجوم انتحاري ضد القوات العراقية. الدراجات النارية هو أسلوب التنظيم الجديد الذي انتقل إليه بعد أن دخلت المعركة إلى حرب الشوارع في الأزقة الضيقة. من الموصل القديمة، عبدالله بدران، غسان حاج، الميادين. بعد تحرير الحشد الشعبي قضاء الحضر جنوب غرب الموصل من تنظيم داعش على نحو كامل، بدأ الفنيون وورش الصيانة بتفقد المدينة الأثرية للاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي تعرض له الموقع على يد داعش. وتعتبر الحضر المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي من أقدم الممالك العربية في السهل الشمالي الغربي من وادي الرافدين في العراق، كما عثر فيها على عدد من النصوص الكتابية المحفورة على أحجار وفيها الأحكام القانونية والأعراف التي كانت سائدة فيها. وننتقل الآن مباشرة إلى القاهرة، وهذه الصور المباشرة لوصول البابا فرانسيس الذي يقوم بزيارة إلى مصر تستمر 26 ساعة، وهذه هي الصور المباشرة مشاهدينا لوصول البابا فرانسيس إلى القاهرة. إذن مشاهدينا، هذه القاهرة مباشر، وسنعرض صور وصول البابا فرانسيس
قبل لحظات إلى القاهرة. وإذا هذه هي الصور التي وردتنا قبل قليل لوصول البابا فرانسيس إلى القاهرة في زيارة كما ذكرت قبل قليل تستمر 26 ساعة تحت شعار بابا السلام في مصر السلام. البابا الذي ستشمل لقاءاته قيادات سياسية ودينية استبق هذه الزيارة بتدوين على حسابه في موقع تويتر قال فيها أنه يزور مصر كحاج للسلام. تحظى زيارة البابا باهتمام استثنائي على المستويات الرسمية والشعبية والإعلامية في مصر. إذن هذه هي الصور قبل قليل لوصول البابا فرانسيس إلى مصر في هذه الزيارة. فاصل نتابع بعده مباشرة الظهيرة. مجددا حياكم الله. هاجمت قوات الاحتلال خيام الاعتصام المقاومة تضامنا مع الأسرى شمال بيت لحم وفي مخيم العزة وبيت نابلس والعروب. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت غرفا للأسرى في سجني ريمون وعسقلان واعتدت عليهم بالضرب لرفضهم الخضوع للتفتيش ما تسبب بجرح 5 منهم في وقت تتعالى فيه التحذيرات من الخطر الذي بات محدقا بحياة الأسرى مع مرور 12 يوما على إضرابهم ومصادرة قوات الاحتلال الملح منهم. وفي سجن عوفر أعاد اليوم 1100 أسير وجبات الطعام دعما للأسرى المضربين وفق ما قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة. رأى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن الأمر لن يطول قبل أن يجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى. مشعل وفي كلمة له عبر القدس الفضائية أكد أن الأسرى المضربين يذكرون العالم بقضيتهم بأمعائهم الخاوية داعيا إلى التضحية بأغلى ثمن من أجل الأسرى، ونبه إلى أن الشعوب لا تنسى شهدائها ولا أسراها الذين ضحوا من أجلها. معي الآن مباشرة من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، تفاصيل ما جرى اليوم من اعتداء على خيام الاعتصام في بيت لحم وفي أكثر من مكان ناصر في الضفة الغربية. نعم كمال، تطور في الدقائق الأخيرة حيث يستخدم الاحتلال الرصاص الحي. في النبي صالح استخدم الرصاص الحي إصابتان في الرأس توتو وإصابة أخرى في الركبة، كذلك في قدوم هناك إصابات بالرصاص الحي، وهذا اعتداء وتطور خطير على خيام الاعتصام التي هي سلمية. قبل صلاة الجمعة كان في مخيم العروب شمال الخليل، كذلك الاعتداء كان أقوى وقت على خيمة مخيم العزة في بيت لحم وشمال المدينة قبة رحيل عند الجدار. الاحتلال يفقد صبره بسرعة ويقمع المسيرات بعنف ومن دون أي سبب. الرئيس الفلسطيني كان استقبل أهالي الأسرى في خيمة الاعتصام واستقبلهم في مقره، واستقبل أيضا رئيس هيئة الأسرى عيسى كراكة الدكتور فهد أبو الحاج من مركز أبو جهاد، وتحدثوا حول موضوع الأسرى وأكد أن السلطة وقيادتها كلهم يعملون من أجل الانتصار لإضراب الأسرى. لغاية الآن هذه الأحوال ميدانيا وسياسيا كمان. طيب بالنسبة أيضا لأوضاع الأسرى والأنباء التي تأكدت يوم أمس من أن قوات الاحتلال اقتحمت بعض السجون واعتدت بالضرب على بعض الأسرى أيضا، ماذا من معلومات حول ما يجري في المعتقلات الإسرائيلية؟ نعم، أولا هناك 1200 أسير أعادوا وجبة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بشكل مفتوح،
اثنين قامت قوات الاحتلال باقتحام عدد السجون لترهيب الأسرى ودفعهم لفك أضرافهم. هذا طبعا أسلوب مستخدم من قبل، هذا الاعتداء هو اعتداء، وطبعا ممنوع بالقانون الدولي. هؤلاء أسرى مضروبين عن الطعام في شبه غيبوبة، يتم تعريضهم للتفتيش ليل نهار، وهذا يرهقهم ويتعبهم، التنقل يتعبهم أكثر، هم بحاجة إلى مستشفى وليس بحاجة إلى زنزانة يتم التنقيل فيها والتفتيش ليل نهار. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. أطلقت الميادين على شاشتها هاشتاغ الميادين مع الأسرى، تعبيرا عن تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وسيبدأ عرض هذا الهاشتاغ على الشاشة ابتداء من الساعة 12:30 من بعد الظهر، مع انطلاق التغطية اليومية لإضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية. عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضامن العالم مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. حملات إلكترونية كثيرة أطلقها رواد هذه المواقع لمساندة إضراب الكرامة. أحد أوجه التضامن جاء عبر تحد عرف باسم تحدي الماء والملح، حيث يشرب المشاركون فيه كوبا من الماء الممزوج بالملح، وهو الغذاء الوحيد الذي يعتمد عليه الأسرى في إضرابهم لتجنب تعفن الأمعاء. التحدي شارك فيه فنانون وناشطون وأشخاص عاديون اختاروا هذه الوسيلة للوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين. من أوجه التضامن الأخرى، الصور التي تنتشر عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتحمل إما صورا للأسرى أو رسائل تضامنية معهم أو دعوات لإطلاقهم. أعداد هائلة من هذه الصور أغرقت شبكة الإنترنت وانتشرت على نحو واسع عبر صفحات داعمة للأسرى وعبر الصفحات الشخصية للمستخدمين. بعض رواد هذه المواقع اختاروا مشاركة الأسرى في إضرابهم فعليا بإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة. تحت هاشتاغ إضراب الكرامة وديجنيتي سترايك، أخذ مستخدمو هذه المواقع على عاتقهم نقل أخبار الأسرى إلى العالم عبر الإنترنت، إضافة إلى نقل تطورات الإضراب الذي نظمه أهالي الضفة الغربية وتعميم الدعوات إلى تحركات دعم الأسرى حول العالم من مسيرات إلى وقفات احتجاجية. اللافت أن المشاركين في هذه التحركات التضامنية عبر الإنترنت لم يقتصروا على العرب، بل إن عددا كبيرا من مستخدمي تويتر وفيسبوك الأجانب كان لهم دور فعال في المشاركة، ما وضع الهاشتاغ الخاص بالحملة التضامنية في موقع متقدم ضمن الترندز المنتشرة. الميادين أيضا تشارك في هذه الحملة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعوكم إلى المشاركة بمقاطع مصورة لكم تعبر عن تضامنكم من خلال هاشتاغ الميادين مع الأسرى. مخطط إسرائيلي لبناء حي استيطاني كبير شمال القدس مكان أرض المطار الذي أغلق بعد الانتفاضة الثانية. الخطوات الإسرائيلية ستعزل مدينة القدس عن ضواحيها. تقرير هنا محمد. كان هذا المكان المهجور يوما مطارا للقدس. رحلات جوية إلى عمان وبيروت وغيرهما كانت تنطلق منه قبل 5 عقود، أيام خلت وحفرت ذكراها في وجدان المقدسيين. قبل 67، لأن كنا نروح ندرس في بيروت جامعة العربية، فكانوا يعني يسوون لنا تنزيلات، يعني حوالي نص ساعة يكون في بيروت. إحنا هان أقرب دار كنا على المطار، كان في طابقين في المطار، البناية الجديدة اللي صارت طابقين، كنا نروح نتفرج على اللي بيسافروا، ناس جايين من بدهم يسافروا على الكويت، معهم باصين مرافقين اللي يودعوا. بعد الاحتلال الإسرائيلي استعمل المطار للرحلات الداخلية وأغلق بعد الانتفاضة الثانية، واليوم تضع وزارة الإسكان مخططا لبناء حي استيطاني يضم 15,000 وحدة على أنقاضه. نتوقع بأن يعمل هذا المخطط على توطين حوالي 50,000 مستوطن في المنطقة الشمالية لمدينة القدس، وذلك سيرفع عدد المستوطنين في مدينة القدس بشكل كبير. اليوم عدد المستوطنين يتراوح 210,000 مستوطن. ربما يريدوا أن يختبروا
هذا الاستعداد الأمريكي للسماح وإعطاء ضوء أخضر بنوع معين من الاستيطان. نعم هناك تخوف لأن هذه الإدارة فيها كثير من المسؤولين الأمريكيين المؤيدين لفكرة الاستيطان والذين تبرعوا للاستيطان أيضا، وهذا سينسف أي فكرة لإمكانية البدء مجددا بأي عملية تسوية جديدة. سيتمدد الحي الاستيطاني على 550 دنما ملاصقة للجدار الفاصل ليشكل أيضا كتلة ديموغرافية عازلة بين القدس وضواحيها. القدس موحدة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية، تسوية تحاول الإدارة الأمريكية أن تدفع نحوها ويتلقفها الاحتلال بفرض الوقائع على الأرض. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. وإلى القاهرة مشاهدينا، وهذا الاستقبال الرسمي للبابا فرانسيس من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا النشيد الوطني المصري. إذن مشاهدينا، نتابع الآن هذه الصور المباشرة من القاهرة لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس الذي يزور القاهرة حاليا، وتحمل زيارته شعار بابا السلام في مصر السلام. أطلقت كوريا الشمالية مناورات ضخمة للمدفعية قرب قاعدة ونسان شرقية البلاد. المناورات تمت بإشراف الرئيس كيم جونغ أون، وهي تأتي وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية المواقف المعارضة لتجارب بيونغ يانغ البالستية والنووية. أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرار بلاده الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية، وقال أن كاراكاس لا تعترف بأي اجتماع أو قرار للمنظمة، وأشار إلى أنها لن تعود أبدا إليها. أنا فخور بالقول إنني بصفتي رئيسا للجمهورية وباستخدامي صلاحياتي الحصرية اتخذت قرارا بسحب بلدنا من منظمة الدول الأمريكية وتحريره من التدخل. نحن خارج منظمة الدول الأمريكية ولن نعود إليها أبدا، ولا نعترف بأي اجتماع أو أي قرار للمنظمة ينتهك القانون الدولي ويتدخل في شؤون فنزويلا. فلتذهب منظمة الدول الأمريكية إلى الجحيم. تدفق ما يسمى بشلالات الدم في القارة القطبية الجنوبية لغز عمره أكثر من 100 عام، تمكن علماء أستراليون من حله. وفي التفاصيل، فإن نهرا جليديا يتدفق غربي بحيرة بوني في القارة القطبية الجنوبية، وتسير منه مياه باللون الأحمر، أطلق عليه منذ أكثر من 100 عام اسم شلالات الدم.
جيولوجي أسترالي اكتشف السر وأرجعه إلى نوع من الطحالب الحمراء التي تنمو في تلك المنطقة، وأشار إلى أن اللون الأحمر القاني يتكون في تلك المنطقة نتيجة اختلاط الحديد المؤكسد الخارجي من الطحالب مع الماء والملح الموجود في تلك البحيرة التي يبلغ عمرها نحو 5 ملايين عام تقريبا. والآن إلى فقرة الاقتصاد مع زميلتي فاطمة روماني. تفضلي فاطمة. شكرا كمال. أهلا بكم. تراجع العجز التجاري لمصر إلى 6.6 مليار دولار في الربع الأول من العام، منخفضا بذلك 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومنذ تعميم الجنيه قبل 6 أشهر شهدت مصر المعتمدة على الواردات زيادة في صادراتها بفعل زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية. قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التواجري إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من بيع أصول في مؤسسات حكومية ضمن قطاعات متنوعة منها الرعاية الصحية والمطارات. نائب وزير الاقتصاد السعودي كشف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، حيث تعتزم الحكومة البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول. وقال الفالح أن المساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في نيسان إبريل. وزير الطاقة السعودي لفت إلى التزام أعضاء أوبك بالاتفاق 100% وغير الأعضاء 85%. وكانت منظمة أوبك قد تعاهدت مع روسيا ومنتجين مستقلين بخفض الإنتاج بنحو 1,800,000 برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري. قال أمين عام أوبك محمد بارجندو إن المنظمة تحتاج إلى مزيد من خفض مخزونات النفط وتعمل على إحراز توافق في الاجتماع المقرر في أيار مايو المقبل لتمديد اتفاقية عالمية لخفض الإنتاج. وأوضح بارجندو أن سوق النفط تتحرك صوب التوازن بين العرض والطلب بمساعدة اتفاقية فيينا، لكن المطلوب هو رؤية المخزونات العالمية تقترب من متوسط 5 سنوات. عززت بكين احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بمقدار 1,280,000 طن في النصف الأول من العام الماضي، وذلك في أول تحديث لبيانات الصين. وبحلول منتصف العام الماضي بات لدى حكومة الصين 33,250,000 طن من الخام، ارتفاعا من 31,970,000 طن في بداية العام الماضي. أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده قلصت حجم إنتاج النفط في إطار اتفاقية فيينا بمقدار 300,000 برميل يوميا تقريبا. وكان أمين عام منظمة أوبك محمد بارجندو قد صرح أن المؤشرات الإيجابية لتقليص الإنتاج تعود إلى الأسواق تدريجيا، وأن تمديد العمل باتفاق فيينا ممكن جدا إذا تحقق الإجماع في اجتماع أوبك المقرر في أيار مايو المقبل. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية وعودة لاستكمال النشرة معك كمال. فاطمة شكرا جزيلا لك. مع اقتراب موعد الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا ترتفع حدة المنافسة بين المرشحين الرئاسيين، حيث يصوب كل منهما على نقاط الاختلاف في التوجهات بينهما سعيا لكسب أصوات الناخبين. تقرير هبة الله بيطار. لا يترك إيمانويل ماكرون ولا مارين لوبان فرصة إلا ويستغلانها لمهاجمة بعضهما البعض. يصوب المرشحان الرئاسيان الفرنسيان على نقاط الاختلاف في التوجهات بينهما سعيا لكسب أصوات الناخبين. تنشط زعيمة الجبهة الوطنية على الأرض يوما تنزل إلى الشارع للتحدث مع المواطنين، ويوما آخر تذهب في البحر مع الصيادين في قاربهم. تريد لوبان أن يذيع صيت خصمها بأنه قريب من النخبة في البلاد، بينما تظهر نفسها بالقريبة من الشعب،
ولا تنسى في خطاباتها ولقاءاتها انتقاد ماكرون والتذكير بالسياسات التي تنوي انتهاجها. انتخاب السيد ماكرون سيكون سعيا لتسريع تدفق المهاجرين، لذلك فإن هذه الانتخابات تسأل الشعب الفرنسي حول الهجرة الجماعية، هل يريدها أن تتوقف أو أن تزيد؟ من خطاب لوبان ينطلق ماكرون لانتقاد منافسته، هو أيضا يحاول التقرب من فئات الشعب كافة، يذهب إلى معمل مهدد بالإقفال ويجتمع بمندوبين نقابيين فيه، ثم يذهب للقاء العمال المضربين محذرا إياهم مما وصفه بديماغوجية زعيمة الجبهة الوطنية. أنا اليوم الشخص الذي يجب أن يوحد جانب الجمهوريين، أنا الشخص الذي يجب أن يخلق الوحدة من فرنسا المنقسمة ضد السيدة لوبان وجه الجبهة الوطنية التي عرفناها لعقود. للأسف لقد نشأت مع مشهد سياسي ميزه هذا الحزب، حزب الكراهية الذي يرفض الآخر ويروج لفرنسا الضيقة. ترتفع حدة المنافسة بين المرشحين الرئاسيين مع اقتراب موعد الجولة الثانية من الانتخابات، وترتفع معها حدة الخطاب بينهما. استطلاعات الرأي تتغير كل يوم، صحيح أنها في أغلب الأحيان ترجح كفة ماكرون، إلا أنه من غير الممكن التعويل عليها في حسم النتيجة النهائية. وفي إيران انطلقت المناظرة الأولى بين المرشحين الستة للرئاسة التي يبثها التلفزيون الإيراني مباشرة، وهذه هي الصور المباشرة نقلا عن التلفزيون الإيراني للمناظرات التي تجري للمرشحين الستة للانتخابات الإيرانية. سيخاطب المرشحون طبعا الناخبين، وستتركز المناقشات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في إيران. سيخاطبون جمهورهم عبر الإذاعة والتلفزيون وفقا لجدول زمني معلن. اللافت في هذه الانتخابات هو استخدام المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية أيضا. إذا المشاهدين، هذه هي المناظرات نقلا عن التلفزيون الإيراني. هذا المرشح إبراهيم رئيسي يتحدث في الوقت المخصص له. هذه المناظرات على الهواء مباشرة بعد أن وافقت لجنة الانتخابات على بثها، بث تلك المناظرات على الهواء مباشرة تستمر 3 ساعات يعرض فيها المرشحون لبرامجهم الانتخابية. نستمع ربما قليلا لما يقوله سيد إبراهيم رئيسي في هذه الأثناء. والقسم فقدوا أعمالهم وأشغالهم، نحن نشهد مشاكل ومعضلات اقتصادية في المجتمع، وهذه ما أدى إلى زيادة الفوارق الطبقية بين المجتمع، وأن حياة بعض أفراد مجتمعنا في المناطق المحرومة والتي زرتها أنا في بعض القرى والأرياف، فإن عائداتهم هو فقط هذا 45,000 تومان التي يتلقونها من الدعم، وكذلك يخضعون للدعم جمعية الإمام الخميني رحمة الله عليه، فإنهم يعانون من والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل محمد إجرادي. تفضل محمد. شكرا كمال. أهلا بكم. اللقاء المؤجل بين قطبي مانشستر يونايتد وسيتي انتهى بالتعادل السلبي. المدرب جوزي مورينيو انتقد الحكم بعد طرد لاعبه مروان فليني. الفريقان خرجا بنقطة وحيدة من اللقاء، لكن السيتي صاحب المركز الرابع يتقدم بنقطة وحيدة عن جاره اللدود ليبقى التنافس على أشده بهدف حصد بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة دخل حلقة جديدة من خلال المنافسة على نجم أتلتيكو مدريد ثيو أرنانداز. ابن 20 عاما المعار لفريق ألافيس أبدى رغبته الكاملة بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن برشلونة دخل على خط المفاوضات ودفع مبلغ 45 مليون يورو لذلك. في حال نجحت المهمة مع البرشا حينها سيغادر خوردي ألبا الفريق على سبيل الإعارة. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين أحرز ديمار دي روزان 32 نقطة كانت كفيلة بتأهل تورونتو رابترز إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية على حساب ميلواكي باكس. دي روزان قاد الضيوف إلى الفوز ب 92 نقطة ل89 وحسم المباراة السادسة من السلسلة السبعية لمصلحته. رابترز حسم المواجهة ب4 انتصارات ل2 وفي مباراة أحرز فيها اليوناني جيانس أنتيتوكومبو 34 نقطة. الموعد المقبل لتورونتو سيكون مع كليفلاند كافاليرز ابتداء من يوم الاثنين.
في التنس فاز الاسكتلندي أندي موراي على الإسباني فيليتسيانو لوباز في منافسات الدور الثالث من بطولة برشلونة المفتوحة. المصنف أول تأهل إلى ربع النهائي بسهولة أمام المصنف 16 بواقع 6-4 و6-4. موراي الذي أعفي من المشاركة في الدور الأول يواجه الإسباني الآخر ألبرت راموس فينولاس الفائز على مواطنه روبرتو باوتيستا أكوت. وكان الإسباني رافائيل نادال تأهل إلى ربع نهائي في حملة دفاعه عن اللقب. نادال فاز على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين وسجل انتصاره السابع تواليا في جولات المحترفين. الإسباني أنهى اللقاء بواقع 6-3 و6-4 ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف الفائز على الكوري الجنوبي هيون تشونغ. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية. نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك كمال مجددا. محمد شكرا جزيلا لك. الظهيرة انتهت في ختامها تذكير بالعناوين. ترامب يقول أن واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن السعودية وأن المملكة لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة. مسلحون يهاجمون قوات هذه في عدن ومصادر تكشف للميادين عن ترتيبات سعودية لنقل الرئاسة إلى علي محسن الأحمر. إشارات القتلى في تجدد المعارك بين جيش الإسلام من جهة والنصرة وفيلق الرحمن من جهة ثانية في الغوطة الشرقية لدمشق. تجدد الاشتباكات بين الكرد والقوات التركية قرب عفرين وأردوغان يؤكد أن بلاده لن تسمح بإقامة دولة مستقلة شمال سوريا. في اليوم 12 لإضراب الأسرى جرحى باقتحام الاحتلال غرفا في ريمون وعسقلان والميادين تطلق هاشتاغا تضامنيا. وكان في النشرة أيضا العلماء يحلون لغز ما يسمى بشلالات الدم في القارة القطبية الجنوبية. مزيدا من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.